اهلا وسهلا، هعلمكم دحين كيف نحافظ على الخضار الموجودة عندنا في البيت او السلطة لفترة اطول من غير ما تخرب. عشان تحافظوا على الكرفس لفترة اطول يفضل لفه بالقصدير. عشان تحافظوا على السلطة لفترة اطول لازم تجففوها مرة كويس، تحطوا منديل، هنحط طبقة نايلون وحنقفل مرة كويس. هنحطها في الثلاجة في درجة برودة مرة عالية وتقعد معكم إن شاء الله 6 إلى 7 أيام. عشان تحافظوا على الأعشاب لفترة أطول يفضل لفها بمنديل وحنحطها في كيس قابل للإحكام.